الفقرة الأسبوعية صحافة الحلول، كل أسبوع في برنامج هنا تونس، كل يوم اثنين، من خلال فقرة واي نوت. واي نوت. في فقرة واي نوت نحكيه على السيارات الصديقة للبيئة، موضوع أكثر عليه الحديث في الفترة الأخيرة، خاصة على ضوء قانون المالية لسنة 2022 والقرار المتعلق بإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة على السيارات الكهربائية. أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع معنا في المباشرة ناطق رسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات مهدي محجوب. مرحبا بك على موجة ديوان إف إم. مرحبا مرحبا بكل مستمعي ديوان إف إم، إن شاء الله عامكم مبروك ومبروك على تونس إن شاء الله. عام سعيد، كل عام وانت حيب ألف خير مهدي محجوب. خلينا في البداية ناخذ موقفكم وتفاعلكم مع ما ورد في قانون المالية 2022 في علاقة بهذه النقطة المتعلقة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة على السيارات الكهربائية. والله هو إحقاق الحق، هو كان مطلب من مطالب الغرفة، وكان مطلب فما الإعفاء على السيارات الكهربائية والتخفيف الأداء على الاستهلاك في على السيارات الهجينة من 30% ل 50%. هذوما زوز القرارات كانوا فما معناتها طلبات أخرى ما كانش الاستجابة ليهم إن شاء الله في الوقت في نص 2023، بقينا توا هذوما زوز القرارات احنا مرحبين بهم. هذا ينجم كان يساعد الاستهلاك ومعناتها التونسي باش نجم يغزر للسيارة الهجينة ويغزر للسيارة الكهربائية اللي كما تعرفوا في البلدان المتقدمة السيارات الكهربائية قاعد تاخو في معناتها مجال كبير برشا، وهذا نحذر المستقبل. هذه خطوة باهية، وإن شاء الله كيف كيف من الانفراستركتور معناتها متاع شحن السيارات يتقدم مع تقدم معناتها أعداد السيارات اللي بتتباع. معناتها اليوم ما فماش برشا سيارات كهربائية تباعت، ممكن نحكي على 20 سيارة تباعت معناتها كل في كل الماركات. أما مع القرار هذا ممكن يتفاقم العدد هذا، وكيف يتفاقم العدد هذا ممكن الدولة تولي تخمم في الـ في الـ في الـ معناتها الاستثمار في الـ 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 شبكات شحن السيارات. شنو المطلوب على مستوى اللوجستي على مستوى البنية التحتية حتى يكون ناجح هذا الانتقال وهذا التوجه نحو استعمال السيارات الصديقة للبيئة مهدي محجوب؟ هو سهل، ومعناتها فما زوج حاجات هما. أولا فما اليوم فما ستيك هي عندها المونوبول نتاع بيع الكهرباء، معناتها اليوم واحد من البريفي معناتها من الخواص ما ينجمش يستثمر في لي بون دو روشارج هذوما على خاطر ما ينجمش يبيع الضوء. معناتها دونك يا إما الدولة هي باش تستثمر معناتها وتخلي القانون كما هو، معناتها تولي كان الدولة هي اللي تبيع الشارج، والا تخلي المجال للخواص باش يستثمروا هما وعندهم الحق يوليو باش يبيعوا الضوء. مش ينجم يكون مثلا من غير ما نسميه العلامات مثلا في لي باركينغ دي غران سيرفاس، في بحذا السينما، وفين فما الحريف ينجم يخلي سيارته اكثر من نص ساعه رابضه في عود، تكون رابضه من غير حتى شيء، تكون رابضه هي تعمل في الشارج نتاع الضوء نتاعها. هي فما حاجه هايله برشا تونس، المساحه نتاعها ولي ديستانس ماهمش كبار برشا، مش كيما بلدان كبار، وممكن ينجح فيها السيارات الكهربائيه على خاطر الاوتونومي معناتها نتاع السياره يوصل حتى ل 400 و 500 كيلومتر. في لي ديستانس اللي فما في تونس بيسكو المسافات ماهيش كبيره برشا، مش كيما بلدان الجيران كيما مثلا الجزائر ولا ليبيا كبار برشا لي ديستانس، معناتها يكون عائق للتنقل على خاطر التونسي ولا المواطن كي يشري سياره يشري حريه التنقل، ما يلزمش يكون الاشكال نتاع الكهرباء و معناتها الغوشارج نتاع السياره يكون فما يكون عائق للحريف. فلازم يكون فما تواجد، نقولوا احنا كل 200 كيلومتر على الاقل فما دي ستاسيون دو ريشارج دي سيارات هذوما، باش ما يكونش فما عائق للتونسي باش يشري سيارات هذوما. قانون الشراكه بين القطاعين العام والخاص نجم يكون مدخل مهدي محجوب؟ هو
الخاص كان باش يستثمر ويبيع الكهرباء هو من الاول باش يشريها من عند ستيغ, معناتها ما عندوش منين باش يجيب, ماهوش باش يصنع الضوء. هو ديجا ينجم تكون مثلا تكون فما اتاوه من ستيغ على لي شارج هذوما, على لي غوشارج هذوما تكون معناتها اسهل برشا, معناتها اللي برن هذوما موجودين, معناتها فما حتى شكون من لي ستاسيون دو سيرفيس نتاع يقول لك اليوم اذا ما نجمعش باش نجم نبيع ليسونس ولا ما عادش نبيع الديزيل, على الاقل نبيع الكهرباء. خاطر اذا نصوروا كان مازال بعيد هو لمحاله, ما كان 10 سنين اخرين تولي السيارات اكثريتها بالضوء, معناتها لي ستاسيون سيرفيس يولي هما اللي بيسكو هما موجودين في الجمهوريه الكل ينجموا يلبيوا الطلبيه هذه, هما لازم يكون عندهم الحق باش يبيعوا الضوء. مهدي محجوب الناطق نستحفظوا عليهم, على خاطر اليوم اذا باش يوليو باش يخسروا هما 50 ولا 70% من رقم المعاملات نتاعهم, لازم نخموا عليهم زاد هما يوليو هما عندهم الحق زاد ولا عندهم الاولويه باش يحطوا لي بورن دو ريشارج هذوما. مهدي محجوب نذكروا انت الناطق الرسمي باسم الغرفه الوطنيه لوكلاء بيع السيارات على ضوء قانون الماليه الجديد. قداش كلفتها السياره هذه اللي تخدم بالضوء كما قلت انت, السياره ذات المحرك اسوال معناتها فهم السياره الصغيره للسياره الكبيره, ما هو هي كانت تخلص 30% 30% ولات صفر, معناتها نجم نقولوا اللي كانوا على الاقل باش تطيح ب 30% سعر السياره. يعني اذا كان نعطيو ارقام تقريبيه على ارخص سياره واغلى سياره في حدود قديش؟ هو اليوم الوكلاء ما كانوش يخموا برشا, ما فماش برشا علامات جابت سيارات كهربائيه, والتونسي ما كانش يغزر برشا لسياره كهربائيه على خاطر يقول لك غاليه, نشري سياره معناتها تخلص في 30% وزيد 19%. اليوم التونسي باش يولي يغزر والوكيل باش يولي يغزر للسيارات الكهربائيه, فما ثلاثه ولا اربع علامات برك جابوا السيارات الكهربائيه مثلا, على سبيل المثال فما سياره ب 140 الف دينار تولي اقل من 100 الف دينار, معناتها حاجه كبيره. فما سيارات كبار هذوما, فهمت, على خاطر هذا كيف اليوم يلزم يوعى التونسي بكونه كيف يستعمل السيارات هذوما يحافظ على البيئه. وقبل يقول لك لا ما يهمنيش معناتها في البيئه, يهمني في السياره, يلزمني ناخذ سياره باش نتنقل. يعني اليوم كي تجيبها له رخيصه يولي يخمم في الزوز, معناتها يخمم كونه ياخذ سياره رخيصه ويحافظ على البيئه في نفس الوقت. فيهم علامات شعبيه للسيارات هذوما؟ فيهم سيارات شعبيه؟ الى حد الان ما فماش, انا نجم نلقاهم. لا معناتها بون, اما السيارات الشعبيه هي معناتها اليوم تخلص كان في 7% تي في ار, معناتها ماهيش قاعد تخلص في اداء كبير. معناتها هو كان باش يجيو السيارات, يجيو السيارات اللي يخلصوا في اداء كان معناتها يخلصوا في اداء كبير 30% وتولي 0% يولي ارخص, على خاطر راهو في الشراء السياره هي بيدها كي تبدا كهربائيه اغلى, على خاطر التكنولوجيا اللي في السياره الكهربائيه اكثر برشا من السياره غير معناتها العاديه. جوستومون شنو هي خصائص السيارات هذه مهدي محجوب, لانه نحكيو على نوعيه نتاع سيارات مش كل التوانسه عندهم اطلاع على خصائصها. هي كلها معناتها ما عادش فيها ميكانيك بكل, معناتها الميكانيك كله الموتور يتنحى كل شيء, معناتها التكنولوجيا هي وتكون الاكثريه فيها برشا لي زوبسيون دو سيكوريتي دو كونفور, معناتها خاطر يولي كل شيء كهربائي وكل شيء الكترونيك, معناتها هذاك علاش التكنولوجيا هذه على قد ما هي جديده على قد ما هي غاليه. وكما تعرف كي تبدا تكنولوجيا قديمه يكون الامورتيسمون نتاع الريشيرش والديفلوبمون نتاعها صار وهكا علاش تولي رخيصه, اما تبدا تكنولوجيا جديده تكون اغلى, وان شاء الله بشويه بشويه كيف اليوم كيف مش كيما تشري 100 سياره مش كيما تشري 10 سيارات مع المصنع نتاعك, معناتها كيف هذا باش يشجعنا احنا كوكلاء باش نجموا نضغطوا على الاسعار مع المصنع نتاعنا, مش كيما تكون تشري 4 ولا 5 سيارات في السنه تولي تشري 100 ولا 200, وبشويه بشويه تدخل في المونتاليتي معناتها نتاع التونسي, وان شاء الله بالانفراستركتور زاد نتاع الرشاج ما يكونش عائق هذا للتونسي باش يكون موجود في كل مكان ان شاء الله. تتوقع انه يتكثف عدد السيارات المورده السيارات الكهربائيه في بدايه من العام الحالي على ضوء القانون الجديد قانون أكيد. الماليه؟ اكيد.
يعني نجموا نحكيوا على الاف الاف من السيارات اللي مش تم توريدها. اليوم فما تقولوا على 60,000 سيارة قاعدة تتباع في تونس، ممكن تقول اليوم فما 3 ولا 4، ممكن نطلع ل 100 وبعد نطلع 500، معناتها بشوي بشوي مش باش يصير حاجة دفعة كبيرة، معناتها نتاع مش 60,000 شالوا 30,000 معناتها كرباعية. مهدي محجوب الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات، شكرا لك على هذا التدخل، شكرا على كل هذه الإفادات والتوضيحات. هو الوكلاء راهم معناتها احنا نستجيب للطلب نتاع الحريف، اذا الحرفاء تولي تطلب في السيارات الكهربائية فنجيبو لهم، انهم اذا ما يطلبوش ما نجيبوش. واضح واضح، شكرا لك مهدي محجوب. طبعا حل من الحلول السيارات الكهربائية اليوم، السيارات الصديقة للبيئة، قرار مهم يقول مهدي محجوب، وأنه كان مطلب للغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات. السيارات هذه نشوفوا فيها برشا في البلدان المتقدمة، في أوروبا، في أمريكا، في كندا، حتى في الخليج. اليوم خطوة إيجابية، خطوة إلى الأمام. حسين العيتي، شوف هاي النوايا الطيبة، الخطوة إلى الأمام معناها مازالت كبيرة، مازال حبينا وقت لسهاز ده تسبب السيارات هذه أول الغيث قطرة يا حسين. لا لا ساعات خلينا واقعيين والسيد تكلم وكان واقع. قديش من سيارة دور في البلاد؟ ماكش تلقى لسبب بسيط. السيارات هذه سيارات إيبيريك تكنولوجي، ياسر فيها تكنولوجيا ولزم الارتسار متاحة وبنيتها وحاضرة لبنية تحتية محترمة، نتفقوا على المسألة هذه رقم واحد، بنية تحتية محترمة. بنيتنا التحتية إذا كان نجم نسميها بنية تحتية ماهيش محترمة، نقتصر عند هذا الحد. حسين في كل كيوسك مولد كهربائي وفي الباركينج تاع لي غرون سيرفاس كيف كيف نفس الشيء، يعني واضحة العملية. شوية اجتهاد من الدولة، خذت قرار مهم لكن يلزم يكون ترافقوا قرارات أخرى. الدولة لهنا خاطر فما معطى، الدولة هي اللي سمحت لوكلاء سيارات فقط بالاستيراد والعطاط حتى التونسي حرية أنه يجيب سيارة ظهر كهربائي من غير ما يدفع فلوس، هذا زي الدولة تشرح. اثنين، السيارات هذه تكلفتها غالية، راهو معناها كي تحكي فما الأودغام بتاع تسلا وبتاع عرفتها فايفون وغيره، حتى لكن السعر مش سبايس إكس هذه محجوب. يقول لك السيارة اللي كانت تسوى 140 مليون مش تطيح أقل من 100 مليون، مش تطيح أقل من 100 مليون. مواطن تونسي، عاو باش نحكي معك أنت يا محمد، مواطن تونسي عندك قدرة على دفع 100,000 دينار حب باش تاخذ سيارة كهربائية؟ ما عندكش. يلزمك الدولة كي تاخذ القرارات هذه كما عمل بن علي، كان ترجع بن علي مع السيارة الشعبية وقت حب يخفف الشارج بتاع الدولة في كل عائلة يكون عندها سيارة كل شعبية، كل عندها شعبية، عمل سياسات وعمل تحفيزات مالية، دعا البنوك لقروض وعدة اعتبارات. يعني انت يعني قرار، انت تقول قرار مهم لكن يلزم ترافق قرارات أخرى، رؤية كاملة يكون فما رؤية أخرى لاستعمال السيارات الصديقة للبيئة في تونس كحل من الحلول. نعرف مشكل تغيرات المناخية، المشكل البيئي، مسألة الانتقال الطاقي، اليوم خطوة إيجابية تبقى. هو أنا أعتبره خطوة إيجابية وخطوة تخلينا زاد نحسوا هكا لتونس ما زالت هكا عندها خيط يربطها بالعالم المتقدم وبالمستقبل واستراتيجية المناخية اللي هي أهم أهم حاجة في العالم، ولكن يلزم يرافقها يعني خطوات أخرى اللي هو ذكرهم الحقيقة مش بتعاود نعودهم، اللي ريشارج في كل مكان، ولكن تنشوفوهم لأنه التونسي يحب راهو جديد، وهذايا استيراد السيارات ما وفاش راهو خلال 10 سنوات، يعني فما ناس تشري سيارات دونك باش يشريو. التحطيم تاع السيارات الإلكترونية بالآخر نخدم الكهربائية ليست فقط مولدات عرفتها وين الكيسك باش تشارجي، هي بنية تحتية كاملة. تعرف سيارات هذه سيارات كهربائيه، نحن تبارك الله عن الفيضانات كي تصب لنا المطر، ماك تعرف كيساتنا كيفاش تقلت. في هذا فما خطر. اثنين، سيارات هذه سمارت ذكيه، في واقع غبي اللي عايشينه ونحن باش نعملوا كوارث. حلو منك الواقع الغبي. شوف احنا حسين العيادي واضح حذم ينتهى الوقت في علاقة بهذا الموضوع، موضوع للمتابعة، ونحاول أيضا نتصل بالستيج نشوفوا تفاعلها مع هذا الموضوع في حصص قادمة. لكن خطوة إلى الأمام، خطوة إلى الأمام، خطوة إيجابية، تفمينها والتشجيع عليها الجيدة اليوم والهام. ذاك علاش حبينا نحكيوا عليها في فقرة وينوت، احنا مازلنا مواصلين.